بالنسبة لشام، إذا بدك تقولي لي ثلاث أشياء أنت بالنسبة لك بعد هالخبرة وبعد هالتجارب لازم يكونوا موجودين بشريك الحياة، شو هم؟ طيبة، هيك كتير مهمة، كتير الخوف من الله. أوكي. رقم واحد خوف من الله، هي أهم شيء. لازم نشوف الشخص هذا فعلا يعني بعلاقته شلون الروحانية مع الله، هل ملتزم بعلاقته الروحانية مع الله أو لا، لأنه هي كتير بالنسبة لي مهمة، لأنه اللي بيخاف من الله هيخاف علي. أوكي. وتاني شيء الطيبة، هي كتير مهمة، حدا يكون قلبه أبيض وطيب، يكون بحب الحياة، يكون هيك فرح فرح فرح. ما لا. بيهمك شو بيشتغل ومن وين هو؟ لا لا، طموحه بالحياة هم آخر هم. شو محقق لهلا؟ بيهمني يكون ambitious. أوكي. طموح. يكون عنده طموح، بس آخر همي هو شو سيارته، شو ساعته، قديش معه مصاري، آخر همي أنا، آخر همي هاي الصفات عامة بالحياة. شو الشغلة الوحيدة، أكيد في أكتر من شغلة، بس شغلة بتعتبريها deal breaker بتنهي العلاقة فورا؟ ممكن إهانة مثلا، لو حدا إجا على كرامتي. أي. In general يعني ما بحب إنه الإهانة، بقى الإهانة إنه الخيانة إهانة، الكذب إهانة.